قامت شؤون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات بتقديم خدمات تسجيل وترخيص السفن الصغيرة بما فيها سفن الصيد والنزهة والدراجات المائية واليخوت الخاصة وسفن الركاب والخدمات بعد انتقالها من خفر السواحل بوزارة الداخلية إلى وزارة المواصلات والاتصالات. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيد مياس المعتز بالله الآغا مدير إدارة تسجيل السفن وشؤون البحارة بوزارة المواصلات والاتصالات. سيد مياس، مرحبا بك في نشرة الثامنة. ومنذ عام 2020 انتقلت صلاحية تسجيل السفن الصغيرة التي تقل حمولتها الإجمالية عن 150 طنا إلى وزارة المواصلات والاتصالات حتى اليوم. لو تطلعنا سيد مياس عن أبرز الإنجازات التي تم تحقيقها بخصوص هذه الخدمة. أولا أمسي عليكم وعلى السادة المشاهدين وأشكركم على الاستضافة. طبعا كما ذكرت تم انتقال مسؤولية تسجيل وترخيص السفن الصغيرة التي تقل عن 150 طن من خفر السواحل إلى شؤون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات، وذلك بموجب المرسوم بقانون رقم 32 لسنة 2020، وذلك في الربع الأخير من العام 2020. هذه السفن تتضمن سفن النزهة أو ما يسمى باللغة العامية الدارج الطراريد، كما تتضمن اليخوت والدراجات المائية والبوانيش وسفن نقل الركاب وسفن الخدمات بأنواعها وسفن الصيد. ولتفعيل هذا المرسوم تم إصدار قرار وزير المواصلات والاتصالات رقم 2 بسنة 2021 بشأن شروط التسجيل والترخيص وشروط السلامة لجميع أنواع هذه السفن أو السفن الصغيرة. كما قامت وزارة المواصلات والاتصالات بتجهيز مقر أو مركز لتقديم الخدمة لملاك السفن الصغيرة وتجهيزها بشكل كامل بجميع المعدات والأجهزة والطابعات الخاصة ومرافق الانتظار. كما تم تدريب 13 موظف بشكل مكثف لتقديم جميع الخدمات من تسجيل وترخيص وفحص فني للقوارب بجميع أنواعها. الجدير بالذكر أنه في العام 2021 تم إصدار أو تقديم 18,667 خدمة مختلفة في مكتب تسجيل السفن الصغيرة، تنوعت بين التسجيل والترخيص والشطب ونقل ملكية وتسجيل جيت سكي. كما تم توفير خدمتين رئيسيتين إلكترونيا أو أونلاين عبر بوابة الحكومة الإلكترونية بحرين.bh، وهما خدمة تجديد تسجيل سفن النزهة وتجديد رخصة الإبحار لسفن النزهة. كل هذه الإجراءات ساهمت بأن يكون الانتقال من خفر السواحل إلى وزارة المواصلات يتم بكل سلاسة ودون حدوث أي تعطيل في تقديم هذه الخدمات لملاك السفن الصغيرة. نعم السيد مياس المعتز بالله الآغا مدير إدارة تسجيل السفن وشؤون البحارة بوزارة المواصلات والاتصالات، كنت معنا ضيفا كريما في نشرة الثامنة. شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.